أعلنت إدارة معبر باب الهوى الحدودي اليوم إعادة فتحه بغية إدخال السوريين إلى تركيا من الذين غادروا إلى سوريا خلال عطلة عيد الفطر. وبحسب المعلومات الواردة فإن المعبر سيفتح أمام من يريد لم الشمل من السوريين وحركة الترانزيت. وينضم إلينا عبر الهاتف من معبر باب الهوى همام منصور، عضو المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى. مرحبا بك سيد همام، هل بدأ السوريون بالعودة إلى تركيا وكم تقدر أعدادهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أخي الكريم. المعبر اليوم والحمد لله استعاد عافيته وتم فتح المعبر لكافة الأخوة وعاد حركة المعبر إلى طبيعتها. نعم. ويستطيع الأخوة السوريين الذين دخلوا في زيارة عيد العودة الآن حسب الأرقام التي أعطوها لهم الجانب السوري إدارة المعبر، أرقام رحلات المحددة كل يوم. كان المعبر في الأمس، اليوم كثرت شائعات أن المعبر مفتوح فقط أمام الزيارات، أمام زيارات عيد. لا أخي الكريم، المعبر مفتوح وعاد لطبيعته بشكل كامل، مفتوح يعني للأطباء، مندوبي المنظمات الإغاثية، طلبات لم الشمل. إذن يعني الأخبار التي تحدثت عن أن المعبر، سيد همام، الأخبار التي تحدثت عن أن المعبر سيفتح أمام حالات أخرى مثل لم الشمل وحركة الترانزيت، يعني هي صحيحة ليس كذلك؟ عادة حركة طبيعية يعني بإمكان أصحاب تلك الطلبات القدوم إلى معبر باب الهواء والدخول إلى الجانب التحتي إن شاء الله. نعم. إذن الآن ليس هناك أي إجراءات مثلا أخرى يعني ممكن مؤجلة، من اليوم بدأ سير العمل في المعبر أليس كذلك؟ نعم أخي الكريم، من اليوم في تمام الساعة 12 تم فتح المعبر وعاد الحركة إلى طبيعتها، علما أن قبل يومين كانت قد عادت حركة الشحن. نعم. والإغاثة إلى طبيعتها، واليوم الحمد لله المعبر مفتوح 100% كما كان سابقا قبل فترة الإغلاق. نعم، شكرا لك من معبر باب الهوى همام منصور، عضو المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى. حياكم الله أخي.